في هذه النشرة، عون الرئاسة ستحصل عندما يقر بصحة التمثيل برلمانا ورئاسة. بلال دقماق يجير السلاح المصادر لديه لداعي الإسلام الشهال. هذا الشيء أصلا ليس لي. تحرير الإرهاب والمحكمة الدولية بتوقيع واحد. من العقيد ميلاد النداف إلى تجار الدم والسلطة تحية. مخيم النازحين في القرعون الذي تحول إلى منازل. هذا الأرض انعملت تكون مخيم شبابي. صباح الخير. بمرحلة أولية ومع ترنح المليارات الوهمية لدعم الجيش، فإن المؤسسة العسكرية تتسلح بما تصادره بعد المعركة الأخيرة في طرابلس والضنية، فعمليات الدهم يبدو أنها تعبئ مخازن وفيها من كل أنواع السلاح، قذائف، قناصات، عبوات جاهزة لا ينقصها سوى التفجير وصولا إلى الصواريخ. السلاح برجاله تجري مصادرته وتوقيف المطلوبين، لكن دهم منزل والدي الشيخ بلال دقماق اقتصر على العتاد من دون مالكه الموجود حاليا في تركيا، والذي لزم السلاح المصادر إلى داعي الإسلام الشهال وقال إنها أمانة أودعها لديه. اليد الأمنية الطولة تعقبت سوق الحبالصة وأوقفت أبو عمر حبلص الذي ظهر على قناة الجديد وكان يعتزم مع مجموعة شبابية عقد مؤتمر صحفي ينقلب فيه على كل المرحلة التي استخدم فيها شباب الضني وقودا لمعركة سياسية، واستعاض عنه ببيان يعري شخصيات سياسية ودينية، ما أن انتهى البيان حتى أصبح موقعه في قبضة الجيش. أما الرسوم التشبيهية الواردة في النص فهي ليست لأشخاص وهميين بل لقادة، منهم من هرب ومنهم من لا ينتظر لأنه يتمتع بحصانة قابلة للتمديد. وعلى مواقيت أزمة العسكر المخطوف، فإن ذويهم ينتظرون أن يترجل الموفد القطري فيفرج عن معلومة يبلغها إلى الجانب اللبناني الذي لم يتبلغ بعد أي لائحة مطالب من الخاطفين كما تردد. لكن وبحسب أحد أشقاء العسكريين فإن الأجواء إيجابية وقد تسفر عن أنباء سارة. في السياسة لا أنباء سارة ولا ما يسرون، ومن اليوم حتى الأربعاء المقبل لن يبحث النواب في المخرج التشريعي للتمديد فحسب، بل في المخرج الخلفي الذي سيغادرون منه القاعة العامة بعد أن يكونوا قد ارتكبوا فعلا تشريعيا فاضحا أمام الرأي العام. منهم من سيهرب متأثرا بأسلوب هرب الإرهابيين من طرابلس متخفيا بزي نازح، ومنهم من بدأ من الآن يستعين بمواهبه الدستورية لتغطية موقفه عندما يمدد، كحال الدستوري الكبير وزير الاتصالات النائب بطرس حرب الذي كبر الخطر ولفه بغلاف جوي من المواد القانونية واستحضر المؤامرات الكونية وانهيار الدولة وتعطيل حزب الله قبل أن يعلن أنه مرغم على التمديد. أكد النائب العماد ميشيل عون خلال رعايته عشاء هيئة محامي التيار الوطني الحر أن الطوائف المسيحية حرمت التمثيل في موقع الرئاسة الأولى، ولتصحيح هذا الوضع اقترحنا قانون الانتخاب المباشر للرئيس من قبل الشعب، مذكرا بأن قانون اللقاء الأرثوذكسي ما زال عالقا بدوره في مجلس النواب. نعم، للأسف هناك بعض الشركاء في الوطن لا يزالون ينكرون حقوق الآخر وينزعون بوضع اليد عليها. إن الانتخابات الرئاسية ستحصل. إن الانتخابات الرئاسية ستحصل عندما يقر جميع شركائنا في الوطن أن للمسيحية الحق في صحة التمثيل في مجلس النواب كما في موقع الرئاسة. الجيش يصادر أسلحة ورشاشات من منزل يعود إلى بلال دقماق، والأخير يؤكد أن السلاح أمانة لديه من الشيخ داعي الإسلام الشهال، كما فكك الجيش صاروخا وخمس عبوات مفخخة من طرابلس.
في إطار متابعة الإجراءات الأمنية التي تنفذها وحدات الجيش، وبحسب بيان صادر عنه، رصدت قوة من الجيش في محلة أبي سمراء تحركات مشتبها فيها لأشخاص ينقلون صناديق مجهولة المحتوى وبطريقة مريبة، فدهمت المكان حيث عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة وقواذف RPG وقناصات وذخائر متنوعة. وبنتيجة التحقيق تبين أنها عائدة إلى المدعو بلال دقماق، وسلمت المضبوطات إلى المرجع المختص، وبشر التحقيق بإشراف القضاء المختص. انقطع الشارع من أوله لآخره، ضلوا طالعين من فترة ساعة من الزمن هون، طلبوا منا أنه ما يدل حدا أبدا بالمنطقة، فنحن اضطرينا أنه آخر شيء زيارتنا هون تركناها ورحنا أنه ما قدرنا نمرق. هي البناية هذه كلها اسمها بناية الضقمة، بس بصراحة ما معرف أنه كل واحد أي طابق، وهي اسمها بناية الضقمة. وأوقفت قوى الجيش أيضا في منطقة طرابلس 8 لبنانيين لإقدام بعضهم على إطلاق النار، وبعضهم الآخر على رمي قنابل يدوية باتجاه مراكز الجيش في أوقات سابقة، كما أوقفت 6 سوريين للاشتباه فيهم ولتجوالهم داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية. وفي أثناء تفتيش وحدات الجيش عدداً من منازل المشتبه فيهم، عثرت على صاروخ مفخخ وخمس عبوات ناسفة معدة للتفجير في سوق الخضار في باب التبانة، عمل الخبير العسكري على تفكيكها. وبموازاة ذلك استكمل بيت الزكاة والخيرات حملته الإغاثية لليوم الثالث على التوالي في التبانة، حيث سلم حصصاً فورية لكل الأسر في المناطق المتضررة ومحيطها، والحملة مستمرة لغاية ظهر السبت. نحن مباشرة بعد انتهاء الأزمة والأحداث بالتبانة، انطلقت فرق البحث الاجتماعي بهيئة الإغاثة ببيت الزكاة والخيرات إلى منطقة التبانة، وبدأت بإجراء مسح ميداني كامل لكافة المنازل والمحلات الموجودة في المناطق المتضررة، وتم صرف مساعدات غذائية عاجلة في اليوم الأول، ومن ثم تم ولا يزال صرف حصص غذائية كبيرة لكافة هذه الأسر في هذه الشوارع. وفي عكار نفذت قوة من فوج المغاوير عملية دهم لمنزل العسكري عبد القادر أكومي الذي قتل مع الإرهابيين في الضنية، بحثا عن شقيق خالد المعروف بتأييده للمجموعات الإرهابية. وجرى أيضا دهم عدد من المنازل في زوق الحبالصة في حلبة، من بينها منزل يحيى حبلص، حيث عثر على كمية من الأسلحة والذخائر، وأوقف فادي إبراهيم وفؤاد حبلص المعروفان بانتمائهما إلى مجموعة الشيخ خالد حبلص. الشيخ بلال دقماق اسم آخر يهوي في طرابلس وهو خارج البلاد، من هو؟ تاريخ طرابلس عندي يعني حركة التوحيد عبارة عن مجموعة جمعيات وحركات وجماعات إسلامية. الشيخ بلال دقماق اسم يضاف إلى لائحة الشخصيات الطرابلسية التي بدأت تتهاوى وينكشف عنها الغطاء. هذه الأسلحة التي وجدت في منزل والده وأكدها الجيش في بيان رسمي يتفاوت تعليق دقماق عليها، فبحسب البيان يؤكد أنها قديمة. أما في اتصالنا الهاتفي به فيؤكد أنه يخزنها ولكن لا تعود إليه. أولاً لا يوجد أسلحة ثقيلة، ثانياً لبنان يعني لا يخلو منطقة أو لا يخلو بيت إلا فيه سلاح، وإذا طبيعة الحال السلاح ليس لي، إنما هو يعني أنا يعني جبت له هون من أجل منع حدوث أي فتنة أو أي إشكال قد يحصل. يعني عندي يعني هؤلاء الأسلحة ليسوا لي أصلاً مثل ما قلت لك. طيب لمين؟ لا أستطيع، هذه أتركها للقضاء وللأجهزة الأمنية المختصة، وأنا عندما أعود إلى لبنان إن شاء الله ففي طبيعي سيكون هناك مسؤول أمام الأجهزة المختصة ونتفاهم على هذا الأمر. لطالما كانت صفة الشيخ محل خلاف مع المشايخ السلفيين الذين ينتزعونه منه مؤكدين أنه منتحل الصفة. هل أنت شيخ أو مش شيخ؟ والله في ناس أنزع عن الصفة وفي ناس أنا أنزع عنهم الصفة. أنا عندي شهادة موجودة من محصل عليها من سوريا مع لصاص في الأحوال الشخصية الشرعية. لمحة عن حياة الشيخ بلال دقماق. بدأ حياته السياسية والدينية مع الشيخ داعي الإسلام الشهال، وكان واحدا من شبابه مدة طويلة. تصفه شخصية طرابلسية بأنه الابن المدلل لوزير العدل اللواء الشفريفي الذي كان ينقذه من كل مأزق يقع فيه، فكان دقماق الولد المطيع. وكانت تجمعه علاقة متينة بقائد محور باب التبانة الموقوف زياد علوكي. بلال دقماق هو ابن مدينة طرابلس من مواليد عام 70. في عام 90 أسس جمعية إقرأ التي تعنى بالقضايا السياسية والاجتماعية والإعلامية بحسب قوله،
لا ينسب إليه مقاتلون لبنانيين، فهو كان مختصا بالملف السوري في الشمال. ومع بدء الأحداث السورية وبحسب معلومات الجديد، فإنه كان يقدم المساعدات إلى المنشقين عن الجيش السوري، ويعالج المصابين من المقاتلين ويأويهم في منازل بمحيط منزله. هل يعود حقا بلال دقماق الموجود في تركيا إلى لبنان، أم سيضاف إلى لائحة المطلوبين المفقودين؟ وما الأسماء التالية التي تخبئها الأيام المقبلة؟ ابن فواز، قناة الجديد. لماذا ضاع شادي المولوي؟ ابحثوا في الأرشيف. لحسن حظ الناس ولسوء حظ السياسيين، لوسائل الإعلام ذاكرة أرشيفية لا يمكن طمسها ولا تجاوزها. فالأرشيف لا يرحم حينما يتعلق الأمر بقضية كقضية شادي المولوي، ولا يستطيع السياسيون أن يغسلوا أيديهم من دماء ضباط الجيش اللبناني وعناصره الذين سقطوا بنيران شادي المولوي الذي أطلق سراحه بضغط سياسي ونقل بسيارة وزارية إلى منزل رئيس الحكومة قبل أن يعود إلى متابعة مخططاته الإرهابية. العودة إلى الأرشيف تؤكد خطورة المولوي الأمنية، كما قال لوسائل الإعلام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وأضاف إن هذا الملف ذو تبعات كبيرة وإن له بعدا دوليا وآخر محليا. الأرشيف يؤكد أيضا على لسان وزير الداخلية مروان شربل أن المولوي متورط في ملفات أمنية وأنه ما كان ليوقف لولا تورطه. بقدر بقول لك أنه لو القاضي سقر كلنا ما نعرفه، مشهد له بنزاهته ومشهد له بانضباطيته. لو كان شادي المولوي ما على شيء كان انترك. لكن السياسيين من أطراف متخاصمة قرروا اللعب انتخابيا بملف شادي المولوي، قدموا مصالحهم الانتخابية على الأمن العام، وأطلقوا سهام انتقاداتهم على من أوقف من سيتبين أنه كان من أخطر الإرهابيين على أمن الدولة. تنظر إلى طريقة اعتقال أحد المواطنين في مكتب وزير ونائب حالي، هي أقرب بشكلها إلى الخطف، وبالتالي تثير الريبة. وزير المال طلب بالإفراج الفوري عن شادي مولوي. إنما حصل اليوم مرفوض جملة وتفصيلا من قبلنا. رضوخا لضغوط السياسيين أطلق القضاء سراح المولوي، وتغير لسان حال وزير الداخلية آنذاك، وارتمى الإرهابي الشاب في أحضان السياسيين. وأنا بأكد لك إنه القاضي اللي أخذ القرار اليوم كان قرار صائب، لأنه الاتهامات منها الاتهامات المهمة، انترك بسند إقامة، بكرة حيرجع يتحاكم، وإذا بعد بيّن إشياء أهم من هيك بيرجع بيجي وبيتحقق معه وبيتحاكم مرة تانية. شادي المولوي يصل إلى مدينته طرابلس بسيارة الوزير محمد الصفدي، ويلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد احتفال أقامه أهالي طرابلس له في ساحة عبد الحميد كرامي. إن إطلاق سراح المواطن شادي المولوي لا يلغي حقيقة أنه سبق أن تعرض إلى ما يشبه الاختطاف في مدينة طرابلس من قبل جهاز أمني رسمي. إطلاق سراح شادي أعاد لألنا جميعاً كرامتنا وعزتنا بهذه المدينة، واليوم وجود شادي بيننا ونوجع على المكتب من حيث اعتقل هو إعادة اعتبار كذلك الأمر لمصداقية ونزاهة مكتب الوزير الصفدي. المحطة الأخيرة للمولوي قبل وصوله إلى منزله كانت في منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي التقاه وهنأه على السلامة. الحمد لله على السلامة، وشكرنا نحن. طيب شادي، سؤال، أنت حضرتك يعني اعتقلت من مكتب الوزير الصفدي، واليوم رجعت لك لمكتب الوزير الصفدي ولقائك الرئيس ميقاتي، يعني دليل على أنه أنت ما عندك مشكلة مع حدا من الأطراف السياسية هون، يعني تفهمت اللي صار من أول؟ هذا دليل أنه إحنا ما عندنا مشكلة أبدا مع أحد الأطراف السياسية، وهذا دليل على عزة طرابلس وأهل طرابلس يعني وشباب طرابلس. بسبب تلك التصريحات خرج شادي ووجد غطاء سياسيا يشجعه على إكمال مخططاته الإرهابية. ولولا تلك التصريحات لبقي شادي في السجن، ولما ضاع شادي.
ورداً على ما جاء في التقرير، وردنا اتصال من وزير الداخلية السابق مروان شربل يوضح فيه أن لا صلاحية لديه في التوقيف وأخلاء السبيل لكي يغير رأيه، وأن ما أوردناه من مواقف له في موضوع شادي المولوي كانت عبارة عن قراءته لقرار ظني صادر بحقه ومن ثم قرار الإفراج عنه، ولو كانت الصلاحية تعود إليه لأبقاه قيد التوقيف، فاقتضى التوضيح. قبل 5 سنوات على انطلاق مسار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انطلق مسار الإرهاب في لبنان، وبعد سنوات من زمن العدالة نعود إلى نقطة الصفر. الحلقة الأولى من سلسلة تحقيقات عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للزميل جاد غصن. عام 2005 قررت السلطة السياسية في لبنان أن القضاء اللبناني عاجز عن إحقاق العدالة ومعرفة الجهة المسؤولة عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري. طبعا هنالك أثر كبير للمحكمة الخاصة في لبنان على الثقافة القانونية في هذا البلد. بدأ من انهيار الدولة بأمها وأبيها إثبات لفرضية هؤلاء. الموقوف أحمد ميقاتي يعترف لدى استجوابه أنه كان يسعى لاحتلال قرى في الشمال تمهيدا لإعلانها ملاذا آمنا للمسلحين. ولكن مهلا، قبل الاستسلام لفرضية الحاجة إلى وصاية قضائية على لبنان، رواية يجب أن تروى. هنا في سد البوشري نصب لعقيد شهيد من الجيش اللبناني يذكر أحمد ميقاتي جيدا. أهل السلطة من الحريصين على الجيش والقضاء والأمن والاستقرار في لبنان لم يتذكروا هذا الضابط الشهيد. من العقيد ميلاد النداف إلى تجار الدم والسلطة تحية. بال2000 طلعت مجموعة من المغاوير على الضنية لأنه كان في معلومات أنه في خلايا بدهم يعملوا يأسسوا لمشروع دولة إسلامية. بياخد ميلاد معه 6 عسكرية كان في المبنى 19 مسلح. بيستشهد 4 من المرافقين وبيهجموا على ميلاد وعلى العسكري اللي معه اسمه محمد ملص وبيأسرون. ومن وقتها بلشت جلجلة. ما أشبه الأمس باليوم، من الضنية إلى الضنية، ومن أسر للجنود إلى أسر للجنود من جديد بعد نحو عقد ونصف. دماء ميلاد النداف تشهد على كذب فرضية أهل السلطة. ففي تموز عام 2000 وبعد 6 أشهر فقط على وقوع معركة الضنية، أصدر المحقق العدلي وقت ذاك حاتم ماضي قراره الاتهامي المتضمن أسماء كثيرة، بينها أحمد عبد الكريم السعدي المعروف بأبو محجن، بينها أيضا داعي الإسلام الشهال، والأهم بين هذه الأسماء اسمه أحمد سليم ميقاتي الذي أشعل اعتقاله الشمال بكلفة 11 شهيدا من الجيش اللبناني. أرخص شيء بالنسبة للسياسيين هو دم العسكري، هذا الدم ما له ثمن. القضاء اللبناني قام بدوره، ذلك قبل أن يلتئم اللاهثون وراء عدالة المحاكم الدولية ليصدروا قرار عفو عن معتقلي الضني جميعا، توازيا مع العفو عن رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع. إن أهمية المحكمة الخاصة بلبنان تكمن في أنها أول محكمة أنشئت في الشرق الأوسط لملاحقة ومعاقبة الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى سياسة منع الإفلات من العقاب. غير أن القرار السياسي عينه الذي أنشأ المحكمة الدولية لمنع الإفلات من العقاب صوت بشبه إجماع على قرار عفو ليفلت من العقاب من أفلت، وليؤسر من الجنود من أسر، وليقتل من اللبنانيين من قتل.
هل قرار إنشاء المحكمة الدولية من مهربي الإرهابيين إشارة توبة أم غوص في الدماء؟ فلتفتح ملفات المحكمة. جاد غصن، قناة الجديد. في متابعة لملف مخيمات اللاجئين السوريين في القرعون الذي تحول إلى منازل، اتحاد الجمعيات الإغاثية يبرر فعلته. تقرير ليال بوموسى. مخيم أسمنتي للنازحين السوريين قرب بحيرة القرعون تعرفنا إليه وإلى عدد من قاطنيه في الجزء الأول من هذا التحقيق. سجلت بالأمم وبعدين لغونا. وهون شو بتعملوا؟ بتدفعوا أجار يعني؟ لا ما بندفع أجار، بياخذوا منا بس أجار كهرباء. هذا جامع هذا بس ومستوصف ومدرسة مع الأيام يعني. قطري هو اللي عمر للاجئين. عاد هو كل شهر بيبعث لنا. بجوز واحد من الكويت بس ما بعرف اسمه، مش متأكده. بس يعني المساعدات عن طريق الكشاف تجينا لهون. الكشاف المسلم الذي يدير شؤون اللاجئين في المخيم أحالنا على اتحاد الجمعيات الإغاثية التي قامت ببنائه. في قرار إنه خلص في هالمخيم العمل في لجنة جمعية اسمها اتحاد الجمعيات الإغاثية، هن اللي بنوه هن مسؤولين عنه يعني، نحن ككشاف بس مندير شؤون اللاجئين. واتحاد الجمعيات الإغاثية أحال الفكرة في أساسها إلى مخيم شبابي للكشاف المسلم. في جمعية الكشاف المسلم فوج القرعون عاملين مشروع مخيم كشفي، مخيم شبابي كشفي، وعم بيسوقوا للمشروع، والعمل الديزاين تبعهم بفتكر من 3 سنين بلشوا تسويق له. اجى المشروع كمشروع مخيم شبابي كشفي وهي، فكان في مشكله بالموضوع بكميه من النازحين، فانطلب من الكشاف المسلم فوج القرعون انه يحط هذه المجموعه من اللاجئين اللي هي حوالي 30 ل 40 عائله يحطهم بالمخيم. اول شغله الارض هي لجمعيه من الجمعيات الاعضاء بالاتحاد، ان شارت قبل ما يتاسس الاتحاد. الارض هي جمعيه البر اسمها. هذا الارض انعملت تكون مخيم شبابي، وبعد ما ومع الوقت صارت انه مخيم للاجئين. لا نختلف على ان مخيم القرعون يختلف عن سائر مخيمات اللاجئين السوريين، لكن ما حكي او حيك من ان المشروع لم يكن في الاساس سوى مخيم كشفي لشباب القرعون فيه كثير من الشك، وخصوصا بعد توقيف المشروع مرارا لغياب الترخيص. مين اخذتوا رخصه تتعمروا لهذا الشيء؟ العمار شو اسمه هونيك بدوش رخصه. بس صار في توقيف اول شيء صار التوقيف اذا انت لاحظت في البناء الثاني هذا الكبير جامع ومدرسه مدرسه وحيكون مدرسه هذا اللي توقف. ليه توقف لأنه خلص ما أجل القرار من المحافظ بتوقفه، فنحن التزمنا بقرار المحافظ ووقفنا. وأنتوا إذا عم تعملوا شيء وقت ليه بده يكون في مستوصف وجمعي مستوصف وجامع؟ قلتلك لبعدين للمخيم الشبابي اللي بده يكون مركز مدرسة لمخيم الشباب. قلتلك مستوصف، أنا هو جزامي فكروا مدرسة مش أنا اللي فكروا مدرسة. مدرسة أم ليست مدرسة؟ في ظل هذا التناقض نترك لكم أن تستنتجوا. جامع ومدرسة مدرسة وحيكون مدرسة مركز مدرسة لمخيم الشباب. قلت لك مستوصف، أنا هو جزامي فكروا مدرسة مش أنا اللي فكروا مدرسة. طيب ومين وراء تمويل هيدا المشروع؟ هذا مشروع معمول لك مثله مثل غير مشاريع. ف يعني اي دوله يعني ما في دوله لا ما في دوله. لا ما هن بيقولوا لي قطر هلا شو يعني شو معرفه هو شاف بشوف تجي مساعدات لعنده بيتوزع. بتعرف انت انه مثلا اوقات بيصير في توزيع معين اذا حصص غذائيه مثلا بيكون في من جمعيه قطريه او من جمعيه كويتيه بتنحط صوره علم الكويت او علم قطر على البوستر حتى يتصور من بعد تقرير. اما اكثر من قد ما في شيء يعني نحن متمول من طريق جمعيات NGOs International NGOs ما في عندنا نحن دول بتمولنا. انه هذا العقد بيتعهد هو بالحفاظ على هذه الغرفه لمده سنه من تاريخ لمده سنه بيحق له يسكن فيها. يعني هلا قد ايه باقي لهم من السنه لحتى يروحوا؟ في عيال اجت بشهر 9 بشهر 10 بشهر 12 بشهر 1 حسب. اتحاد الجمعيات الإغاثية يوقع عقوداً مع النازحين لمدة سنة قابلة للتجديد لمساكن بنيت من دون موافقة الدولة، فأين دولتنا التي تمدد لنفسها من مسألة امتداد المخيمات؟ ليال بوموسى، قناة الجديد. بعد الإعلان في عيده مراجعة.
أهلا بكم من جديد. في مؤتمر صحفي مشترك في مجلس النواب قرر النائبان بطرس حرب ودوري شمعون القبول اضطراريا بالتمديد للمجلس النيابي على أن يحدد عدد المسيحيين الذين سيحضرون الجلسة ميثاقيتها. نجد أنفسنا مضطرين ومرغمين، نعم مرغمين للقبول بما لا يمكن أن نقبل به في ظروف أخرى، أي للقبول بتمديد استثنائي بغيض لمجلس النواب. وزارة البيئة تقسم خريطة عمل سكلين إلى مناطق عدة في انتظار المناقصات، والشركة توضح موقفها. تقرير رامز القاضي. القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء ويقضي بوقف العمل بالعقد الموقع مع سكلين وعدم التجديد للشركة المتعهدة وبفتح باب المناقصات وعرض لدفتر الشروط في غضون 15 يوما شرحه وزير البيئة محمد المشنوق في مؤتمر صحفي. لم يعد هناك من مجال لإعطاء مهل، بدنا نقصر المهل بقضايا المناقصات. المناقصات ستكون على 5 مناطق اللي هي بتشمل 3 محافظات مقسمة بطريقة خدماتية، يعني مناطق تخدم على صعيد النفايات، وبالتالي العقود بالنسبة للكنس واللم والنقل ستكون في هذه المناطق الخدماتية. إلا أن كثيرا من علامات الاستفهام ومنها التوزيع الطائفي طرح على هذه الصيغة الجديدة، إذ قسمت محافظتا بيروت وجبل لبنان 4 مناطق خدماتية، الأولى تضم الشوف وعلي وجردب عبدة فيما يشكل ساحل المتن الجنوبي المنطقة الثانية، أما المنطقة الثالثة فتضم بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي، ومن المرجح أن تبقى في عهدة شركة سكلين، فيما تضم المنطقة الرابعة ما بقي من المتن وكسروان. إلا أن المشنوق عزى الأمر إلى تقسيم جغرافي بحت، نافيا أن يكون لسكلين الأفضلية. في شيء أكيد أنه سكلين أبدت كل استعدادها أنه تأمن فترات الـ إذا بدك تعطيه أسبوع أو أكثر، أنه بيمرقوا هالشيء بدون ما يكون عندهم إشكال، بس هذا ما بيعطيهم أفضلية على أي جهة أخرى بدها تدخل. الناطقة باسم الشركة كارولين نصار تقول أن سكلين ستدرس دفتر الشروط وفي ضوئه تقرر المشاركة في المناقصة أم لا، وترد على الاتهامات التي شملت الشركة طوال هذه الفترة. إذا بدك تقارنها مع البلدان برا بأوروبا أو بوين ما كان بالعالم، لا ما فيك تجي تقول إنه نحن الأغلى عالميا. ليك في كتير أقاويل طاولت شركة سكلين وهيدي إحداها يعني، بس لا مش مزبوط. نحن زدنا خطوط الفرز يلي الدولة قدمت لنا 3، نحن زدنا 6 من عنا، يعني صار عنا 9 خطوط فرز يدوي و5 بالمكانات عم نقوم فيها بفرز النفايات. ربما خرج ملف النفايات من حصرية إدارة سكلين للقطاع، لكنه على ما يبدو سينتقل إلى إدارة شركات يرعاها زعماء المناطق والطوائف مباشرة، بحيث لكل ديك مطمره. رامز القاضي، قناة الجديد. في ذكراها 90 يعاني الحزب الشيوعي اللبناني أزمة خلقت تكتلات معارضة، فهل بيمشي وبكف الطريق؟ تحقيق للزميلة ألين حلق. ربما هي المرة الأولى التي يقوم بها الحزب الشيوعي اللبناني بنوع من الاعتراف والنقد الذاتي العلني في ندوة طرحت أزمة الحزب في خلال مهرجان الذكرى 90 لتأسيسه. هذا الاعتراف كان واضحا من الكاتب بول أشقر الذي قدم توصيفا لهذه الأزمة، ومن الأمين العام نفسه الدكتور خالد حديدي. هذا الجسم الذي اعتقد نفسه يوما طليعيا ستقدمه من الأطراف بداية، ستعطل أجزاء منه، ستفتته وتجبره على التقوقع كما بدأ يحدث. نحن بالأساس حزب مهزوم، وفوق ذلك لأننا حزب مهزوم. اعتراف حديدي وأشقر لم يشفي غليل شباب الحزب، فتحدثوا مطولاً، انتقدوا وطالبوا ببرنامج واضح وصريح، والأهم بعودة المناضلين القدامى إلى كنف حزب بدا واضحاً تحوله إلى كتلة معارضات في وجه قيادة اتسعت الفجوة بينها وبين القاعدة. في أزمة نهج، شو بدنا من هالحزب؟ كيف منقود هالحزب؟ شو الخط السياسي تبع هالحزب؟ وبالتالي كيف منشغله لهالحزب؟ في أزمة أكيد، ما في شك، كل الأحزاب اللبنانية عم تمرق بأزمة نتيجة هيدا النظام الطائفي اللي عم بيعوق تطور العمل السياسي والعمل الحزبي، واللي بحد كبير إذا بدك قتله وغير مفهومه. لا ننكر أنه هناك أزمة، هيدا شيء مسلم فيه صار، بس الأمل كتير كبير
الاعتماد الأولي بالنسبة لي على القاعدة الشبابية اللي هي بتنهض بهذا الحزب. في قاعة المحاضرات انتشرت صور إنجازات الحزب على مدى 90 عاما، وكي لا تبقى صورا على حائط يحتاج الحزب الشيوعي اللبناني إلى تغيير غير نمطي، تغيير تنظيمي ينشده الجميع. أزمة الحزب الشيوعي تترجم أزمة بلد بأسره، بين قيادة ومعارضة تقف القاعدة الشعبية تحلم بسن ديانتها الحمراء وتنتظر برنامجا ينهض الحزب من كبوته لتمشي وتكفي الطريق. من الأونسكو، ألين حلاق، قناة الجديد. رئيس جمعية تجار زحلة إليشا الهوب يتقدم بشكوى ضد أصحاب المولدات لمخالفتهم تسعيرة وزارة الطاقة. تقدم رئيس جمعية تجار زحل إليشا الهوب بشكوى أمام مصلحة الاقتصاد في البقاع كمال شاهين ضد أصحاب المولدات الخاصة في زحل لمخالفتهم التسعيرة الرسمية التي حددتها وزارة الطاقة. كجمعية تجار زحل تقدمنا بشكوى لحتى نعالج الموضوع هذا، لأنه الأوضاع ما عادش تنحمل ولا بأي شكل من الأشكال. تخيلوا أنه أنتم 5 أمبير صار عم نقدر ندفع عليها بمدينة زحل بحدود 225,000 ل250,000، هذا الوضع صبح غير محمول نهائيا. وطالب وزارة الاقتصاد بالتحرك وملاحقة المخالفين وبوقف ابتزاز المواطنين لا سيما أصحاب الدخل المحدود. بعد الإعلان في بوركينا فاسو الرئيس يستقيل والجيش يحكم. أهلا بكم من جديد. مواجهات وشبكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس المحتلة ومدن الضفة، وإسرائيل تقمع المسيرات المنددة بممارساتها التعسفية وخططها التهويدية للمسجد الأقصى. إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى طوال يوم الخميس وقراره إعادة فتح يوم الجمعة مشروطا بمنع المصلين ما دون 50 من دخوله لأداء وصلاة الجمعة لم يشفع لفلسطينيين، بعدما نشر الاحتلال نحو 1000 من قواته الأمنية، بحيث لم يتمكن سوى عدد محدود من المصلين الوصول إلى المسجد بعد اجتيازهم نقاط التفتيش التي نصبتها إسرائيل في أعقاب اشتباكات بين الفلسطينيين وشرطة مكافحة الشغب على خلفية قتل الاحتلال الإسرائيلي الأسير الفلسطيني المحرر معتز حجازي بتهمة محاولة اغتيال الحاخام يهودا شمعون غليك أحد قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف. واستنكارا للتعسف الإسرائيلي والاعتداءات التي تستهدف المسجد الأقصى وسكان القدس المحتلة، أعلن الفلسطينيون يوم الجمعة يوم غضب بناء على دعوات صدرت عن حركتي فتح وحماس، وقعت فيه المواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية في أحياء بالقدس الشرقية أطلق فيها الإسرائيليون القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع باتجاه المحتجين الذين ردوا برشقهم بالحجارة بعدما فرغوا من صلاة الجمعة في الشارع الرئيس في حي وادي الجوز القريب من المسجد الأقصى. وفي الضفة الغربية أطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغاز تجاه المشاركين في مسيرة خرجت من مخيم قلنديا للاجئين باتجاه حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين القدس ورام الله، ما أدى إلى إصابة 5 شبان، إصابة أحدهم خطرة، فضلا عن إصابة العشرات بحالات اختناق على الحاجز من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع. إحنا كشعب فلسطيني لا يمكن أن نسلم لهذا العدو بما يقوم به تجاه مسجدنا الأقصى وتجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وفي مدينة الخليل أصيب العشرات بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع وبجراح من جراء إصابتهم بالرصاص المطاطي في خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة عند باب الزاوية في وسط المدينة. استقالة رئيس بوركينا فاسو وتسليم مقاليد الحكم للعسكر. بعد التحركات الشعبية العارمة التي شهدت أعمال عنف انتهى حكم رئيس بوركينا فاسو بلاز كومباوري الذي دام 27 عاما بعد تقديمه استقالته مطالبا بإجراء انتخابات نيابية في غضون 90 يوما من اليوم. سمعت الرسالة واتخذت الإجراءات والموقف المناسب والمنسجم مع التطلعات الكبيرة باتجاه التغيير. مع حل الحكومة تسلمت قيادة الجيش البوركيني السلطة، ليعلن قائد الجيش نابيري تراوري أن واجبه قيادة المرحلة الانتقالية
داعيا الى الهدوء والعوده الى موجبات الدستور البوركيني. نعلن حل المجلس النيابي وحل مجلس الوزراء، وسيحل الجيش مكانهما بالتشاور مع القوى السياسيه المختلفه بهدف اعاده انتظام الحياه السياسيه بناء على مقتضيات الدستور خلال سنه كحد اقصى. المتظاهرون كانوا قد اقتحموا المجلس النيابي وأضرموا النار فيه وحطموا مجسمات وتماثيل لكومباوريه في مناطق عدة، ورافق ذلك اشتباكات بين الموالين والمعارضين للرئيس في العاصمة البوركينية واغادوغو قبل أن تهدأ بعيد إعلان كومباوريه استقالته. ونبقى الآن مع الجولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، ونبدأها مع النهار. ربط التمديد بالرئاسة تأميناً للغطاء المسيحي، إمدادات أمريكية جديدة للجيش بعد طرابلس، بري لعدوان لا يكفي حضوركم الجلسة والمطلوب تصويت إيجابي، عسيري لو طبق الطائف بحذافيره لكنتم بغنى عن أي جدل، أوروبا تمول تسوية أزمة الغاز مع روسيا لتتجنب وأوكرانيا صقيع وقف الإمدادات، البشمركة من تركيا إلى كوباني، واشنطن لا شرعية للأسد ليقود، القدس ثكنة عسكرية، وكاري اتصل بعباس ونتنياهو. ننتقل إلى عناوين السفير. وصمات المولوي ومنصور على عبوات التبانة، الجيش يقتحم المحميات، القبض على مستودع دقماق، عون يرفض ربط الرئاسة بإنجازات ميدانية، مشهد حزب الله يتوازن عربياً، سكلين لم تسقط وإن سقط احتكارها، المعرض الفرنكوفوني الكتاب يضر بالحماقة، هل تنتهي منظومة إسقاط دمشق من الغوطة؟ دوما المعركة الشاقة على الخيار السعودي بالمصالحة أو الحرب. من عناوين الأخبار، الجيش يوقف مرافقا لوزير العدل ينقل أموالا لخاطفي العسكريين، خدمة ريفي للتوصيل، حلب تنازع البقاء. إلى الأنوار، كميات من الأسلحة والذخائر وصاروخ مفخخ صادرها الجيش في طرابلس، أهالي العسكريين ينتظرون نتائج التفاوض مع الخاطفين، استمرار التظاهرات الفلسطينية ضد إجراءات إسرائيل في المسجد الأقصى، دفعات جديدة من البشمركة تدخل عين العرب بغطاء من الغارات، عشيرة عراقية حذرنا الحكومة قبل مجزرة داعش، وزير الدفاع الأمريكي ينتقد سياسة أوباما تجاه سوريا، خسائر الطعام المهدور سنويا 750 مليار دولار. إلى الديار، بعد الشمال هل تعود السيارات المفخخة؟ معلومات عن انتحارية وأحزمة ناسفة، خاطفو العسكريين يريدون إبقاء الملف مفتوحا للابتزاز، التمديد غير مضمون، الراعي حان وقت بق البحصة ويريدون مؤتمرا تأسيسيا لتغيير الكيان، الألاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى وتصاعد المواجهات، مسيرات بمدن الضفة نصرة للقدس والأقصى، الحوثيون يمهلون الرئيس 10 أيام لتشكيل الحكومة. من عناوين المستقبل، الراعي يبق البحصة معلنا رفض المثالثة والتأسيسي، بري للمسيحيين معركتكم مع الفراغ لا التمديد، كلمات وقصص سالون الكتاب الفرنكوفوني. البيت الأبيض يدافع عن استراتيجيته ضد داعش، 14 مجزرة أسدية في الغوطة خلال شهرين، الحوثيون يمهلون هادي 10 أيام. إلى صحيفة البناء، ومن أبرز عناوينها، تركيا لإنعاش داعش وواشنطن غير معنية بإسقاط الأسد، استئناف الغاز لأوروبا وتفاؤل بالحل الأوكراني والإيراني، الحوثيون لمؤتمر تأسيسي ولبنان للتمديد، والحرب على القاعدة لا تنتظر السعودية، إردوغان ينتقد تركيز التحالف على كوباني، وأولاند يدعو لحشد الجهود، بروجردي التحالف الدولي ضد داعش غير جدير بالثقة. من عناوين صحيفة اللواء، ميثاقية تمديد مسيحيا تهدد جلسة الأربعاء، اجتماع ليلا بين السنيورة والكتائب والقوات، وأهالي العسكريين ينتظرون خبرا سارا،
استراتيجية أوباما حول سوريا قد تطيح بكاري وهيجل. إردوغان يقنع أولاند. كوباني لا تختصر الحرب السورية. الميلاد 70 للرئيس الشهيد. إسرائيل تعلن إطلاق صاروخ من غزة على أشكول. مواجهات في القدس والضفة ومستوطنان يدهسان فلسطينيين. تفجير جديد في سيناء جرح 7 جنود مصريين. من عناوين صدى البلد: تفعيل الوساطة القطرية وأهالي العسكريين ينتظرون خبرا مفرحا. البشمركة تدخل كوباني وتركيا تنتقد التحالف. القوات العراقية تقتحم بيجي. في الجمهورية: عون الرئاسة شرطها صحة التمثيل. الجيش يطارد الخلايا النائمة. توقعات أممية بعقد جنيف 3 مطلع العام 2015. الحرس البلدي شمالا تقصير وفساد. غارات التحالف لم توقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا. هل ينفذ قاديروف تهديده بتصفية أمير داعش؟ ننتقل إلى صحيفة الحياة. البشمركة تحت غطاء التحالف وأولاند يعتبر حلب مفتاح المعركة. إردوغان يعرض تدريب سنة العراق وتسليحهم. مواجهات بين النصرة وثوار سوريا في إدلب. الحوثيون يهددون بإطاحة الرئيس اليمني. الجيش العراقي في قضاء بيجي. السيستاني يحذر المقاتلين الشيعة من الإساءة إلى السنة. عسيري: ما قاله نصر الله هل ينفع مصلحة لبنان؟ الجيش المصري يحاصر معاقل لأنصار بيت المقدس. صعود داعش وهبوط القوة الأمريكية أبرز معيار لدى الناخب الأمريكي. شبح بوش يطارد أوباما والديمقراطيون على عتبة خسارة. ختاما مع عناوين الشرق الأوسط: عشرات الضحايا في معارك غرب طرابلس وتحذيرات من مجزرة لمعتقلين في بنغازي. مفتي ليبيا يقسم البلاد إلى حق وباطل. والجيش: رصدنا طائرة أسلحة قطرية. لقاء ثلاثي مرتقب في مسقط يضم كاري وظريف والاتحاد الأوروبي. مصادر تتحدث عن حل وسط بين واشنطن وإيران في الملف النووي. كان في عناوين هذه النشرة: عون الرئاسة ستحصل عندما يقر بصحة التمثيل برلمانا ورئاسة. بلال دقماق يجير السلاح المصادر لديه لداعي الإسلام الشهال. تحرير الإرهاب والمحكمة الدولية بتوقيع واحد. من العقيد ميلاد النداف إلى تجار الدم والسلطة تحية. مخيم النازحين في القرعون الذي تحول إلى منازل. هذا الأرض انعملت تكون مخيم شبابي. كان هذا كل شيء حتى الساعة. شكرا وإلى اللقاء.